السلام عليكم. بعد الجمعة اللي فاتت برضه في ال السلمية الأولية من خارج المنسين. رحب
الدكتور مهندس محمد علي بيش وزير التربيه المحليه. ويتم الدراسة في المملكة العربية السعودية لنال درجات الدبلومات
والماجستير والدكتوراه. ده انجاز عظيم جدا ان شاء الله ينفع فيه المهندسين في مصر. في مشاريع كبيره جدا بيننا وبين النقابه، انا مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن ان شاء الله المشاريع في الاجتماع القادم سنعلن عنها وجاري الاتفاق عليها. مش عايز اطول لان في ناس كتير هيتكلموا بعديه، واشكركم جميعا واتمنى النجاح للجمعيه ان شاء الله الجمعيه بتاع النهارده ان شاء الله. شكرا جزيلا. نستكشف ما هو بداخل النقابة كانت في صورة مجموعة من المستهدفات التي نريد أن نحقق. الخطة العاجلة حتى نستكشف ما هو بداخل النقابة كانت في صورة مجموعة من المستهدفات التي نريد أن نحقق فيها الحراسة وحصل فيها سحب لهذه الأراضي، وبالتالي الحمد لله ربنا أكرمنا بأن كمان يأتي وزير الإسكان من أعضاء المجلس الأعلى الأستاذ الدكتور طارق وفيق اللي هو بيشرفنا النهارده على المنصة، فنشكره الحقيقة لحضوره ربنا يكرمه إن شاء الله تعالى. ثم عندما تحركنا في موضوع الكادر المهندسين وهو موضوع هنتكلم فيه برضو، ربنا أكرمنا برضو أن يأتي وزير التنمية المحلية الأستاذ الدكتور محمد علي بشر وزيرا، وهو يعني النقابي القديم ذو الخبره العاليه وحامل امين عام نقابه المهندسين في الفتره من 91 ل 95 العصر الذهبي لنقابه المهندسين، فبنتقدم ليه بالشكر كذلك ان هو يشرفنا النهارده، وكان يعني بودنا كمان سياده رئيس الوزراء، الا انه سيادة الأستاذ الدكتور محمد بهاء وزير الري وزيرة الموارد المائية والوزير المختص بنقابة المهندسين بيشرفنا دلوقتي، فبنرحب بيه، فأهلا وسهلا لسيادته. عندنا 550 ألف مهندس. أنا بقول لحضراتكم وبأكد أن الاقتراحات بتاعتكم ومنها اقتراح موضوع أن تمارس النقابة دور سياسي أو لا تمارس دور سياسي، سوف يطرح على الجمعية العمومية إن شاء الله تعالى ضمن المقترحات إن شاء الله تعالى. يا أحباب، حتى القاعة إذا رأت أن هناك اقتراح أي من الحضور يرى أن هو يقدمه، إحنا ملتزمين بالاقتراحات اللي قدمت قبل 15 يوم وعرضت على المجلس، وكانت حوالي 50 اقتراح واللي مكتوب عند حضراتكم 19، احنا جمعناهم لكن هنتناول كل الاقتراحات باذن الله تعالى. ابو زيد كان من المفروض من خوف الافتقار وروح الافتقار والابداع عند المهندسين، وعملوا منهجات متميزه مكتوبه على حضراتكم في التقرير، لم تكن المشروعات الصغيره، ونحن نعلم ان باذن الله تعالى هتكون في مفاجاه قويه جدا من المهندسين الذين يقومون العمل الحر. ان شاء الله تعالى نحاول ان احنا نخلص هذا المشروع ونقامه المعرض من المشروعات الصغيره. الموازنه التقديريه 2013 يتفضل برفع يدي فقط بناحيتنا باللون الاخضر الموافق على الموازنه التقديريه لعام 2013. دلوقتي كل القاعات شايفه القاعه الرئيسيه. طيب بعد اذنكم مشكورين، تفضلوا. المعترض على الموازنه التقديريه لعام 2013 يتفضل برفع الورقه الحمراء في ناحيتنا. اجهزه الاعلام اسمعوا وصوروا عشان يعملوا توثيق لهذا الحدث. المعترضين على الموازنة التقديرية لعام 2013 تفضلوا. مشكورين. القاعة